تستعر نار النزاع الليبي على عدة جبهات. في ساعات الصباح الباكر شنت مقاتلات الناتو غارة جديدة على طرابلس، أصابت صواريخها وقنابلها مبنى في حي عراد الشرقي. يقول مسؤولون ليبيون إن المنطقة المستهدفة منطقة سكنية يقطنها مدنيون، ونفوا وجود أي منشأة عسكرية فيها، وجددوا اتهامهم للناتو باستهداف المدنيين عمدا. يستهدفون عمدا وعن قصد منازل المدنيين، هذه علامة أخرى على وحشية الغرب. إذا تأكد هذا الحادث فسيكون ضربة لحملة الناتو العسكرية ضد ليبيا، فضرباته الجوية كما تقول الحكومة الليبية أوقعت أكثر من 800 قتيل بين المدنيين، ولم يسلم منها حتى الثوار أنفسهم، فقد أعلن الناتو في وقت متأخر من الليلة الماضية أنه قصف خطأ رتلا من آليات الثوار في غارة نفذها قرب بلدة في شرق البلاد قبل يومين، وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الثوار للقصف، فقد تكررت حوادث من هذا النوع في حملة القصف الجوي التي يقول الناتو إنها تهدف لحماية المدنيين. وفضلا عن ذلك اشتكى الثوار من أن الضربات الأطلسية لم تساعدهم في تحقيق زخم حاسم ضد كتائب القذافي، فهي لا تزال تحكم سيطرتها على معظم أراضي غرب ليبيا، بينما يسيطر الثوار على الكثير من شرق البلاد ويواصلون قتالهم ضد كتائب القذافي. قبل ساعات قصفت الكتائب مواقعهم غرب مدينة مصراتة بالمدفعية، سقط عدد من عناصرهم. جاء القصف بعد هجوم شنه الثوار من منطقة الكراريم شرق مصراتة على مواقع الكتائب المتمركزة في منطقة توغاء. أطلقوا وابلا من القذائف الصاروخية ونيران الأسلحة الرشاشة، كبدوا كما قالوا خصومهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. دخل النزاع الليبي شهره الخامس دون حسم، أخفق الثوار في تحقيق تفوق يمكنهم من الزحف باتجاه طرابلس، فهم يفتقرون للأسلحة المتطورة والتدريب العسكري المتطور، ويتربص بهم ما قد يكون فشلا ذريعا، إنه التمويل، فقد كشف كبار قادتهم أن كل ما لديهم من موارد مالية آخذ في النفاد. اتهموا الغرب بعدم الوفاء بوعود قطعها على نفسه بتقديم مساعدات مالية لهم. تثار تساؤلات وعلامات استفهام حول مصير الثورة الليبية. في القاهرة التقى مسؤولون من منظمات إقليمية ودولية لبحث سبل تقديم الدعم إلى رجال الثورة. خرج الأمين العام لجامعة الدول العربية المنتهية ولايته ليؤكد مواصلة السعي لإنهاء النزاع الليبي. تمت مناقشة الأساليب والسياسات المطلوب أن تؤدي إلى نهاية النزاع القائم في ليبيا الآن، مع حماية حقوق ووجود المدنيين. لم توحي وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم فوري. بالنسبة لي فقد كان اليوم مكرسا للنظر في الكيفية التي سندعم من خلالها شعب ليبيا للانتقال إلى المستقبل عندما يشكل حكومة جديدة. تجارب الحروب توحي بأنه قد يكون من السهل إشعال نار الحرب، لكن قد يكون من العسير إخمادها، خاصة إذا كان لأطراف مصالح استراتيجية في تأجيج نيرانها، وقد تكون الحرب الليبية أوضح مثال على ذلك.